مساء الخير، عاش مين شافني غبرت. عارفة تسولوني مالك غبرتي؟ نقول لكم كان في اكتئاب. عندكم تشوفوا الزواق من برا، راه اكتئاب تيجي لأي بنادم. ايوا ليله الله، الحمد لله الحمد لله. بس انا راه بخير دابا الحمد لله. جايه نقصي معاكم. شوف 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 شوف، شوفوا لي شوفوا لي هذا الورق العنب، وشوفوا لي الملفوف. فانا قلت صحباتي توحشوني، انا راه توحشتهم. ايوا ما كاينش احسن من هذه المناسبه انني نتلاقى معاكم، ناكلوا انا وياكم. ما تقولوش يلا ديتي حيت عارفه اللي كاين. بس راه نقصت شويه على رمضان. رمضان هذا كان رمضان يمكن نقصت شويه. شوف الحيمات، شوف 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 كل الزبده. دابا كما قلت لكم البنات راه نقصت شويه، وليت تناكلها وجبه وحده، وليت كندير اشياء اخرى ما كتجيبش ليا الجوع. ودرت ابر من جار ودرت فيه. المهم دابا رجعنا ان شاء الله، غنبقى نعاود لكم شنو وقع ليا. سيمفونيا الحيمة الحيمة البنات. طب سك الزبدة. شكر راسو داز من هنا. شكون طيطه شوفهم ما عارفين نجلس على بزاف الارض. ودرت الرينج لايت. هذاك الشيء معتبر. الحيمات خصهم يكونوا صغار باش يطيبوا. كونو ديال الغنم كاين هذيك الطريقه عاوتاني ديالها، ورق عنب ونحمضها، دير عليها عصيره ديال الليمون. الحمد لله ديفها. شي حاجة ثانكس. قلت لكم البنات كان فيها اكتئاب، ادخلوا شي مكاري بحياتي وتحولت. اول دار لي اللي فاتت انقلبت من الشهر ضروري ديما ديوش نجلس فيهم 3 سنين 4 سنين. ماما جات فماما جات دست بزاف د الحوايج هاد الشهرين. فوالا الكرام نجربو مع الحامض. شوفو باش كيعجبني اليوتيوب، ما كاين لا فلتر لا والو كما حنا. اما داك الانستغرام انا بقيت نسيت راسي بلا فلتر. كي كنقول كثرت ما كناكل فلتر، كناكل شتو مسطسطي كثرت ما كندير الفلتر. شكون تعالي شتو مسروح يا غادي شي عليه كان صور يوتيوب كدابا نتوما كتشوفوا الحقيقه. اكلتي بطاطا كي الزبده. اكيد غتقول لي سمر شهيتينا. علاش شنو كتقولي ديما شابه كدرتي الوصفه؟ علاش غادي ديرو؟
سيروا شوفوا الوصفه بينما كملت الطبسه اللي ورجع لكم. اول حاجه اختي غنبداو بها هي غتجيبوا لي واحد الكرنب اولا ليشو اولا ما عرفتش انا كنقول لك كاع بود فين، غادي نقطعها بحال هكا غير نخشي فيها الموس، ومن بعد غادي ندير واحد الكميله تكون غتجي على قدرها، ندير فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون ونخليها حتى تغلى ليا مزيان، ماشي تغلى يعني انه يبدا يخرج منها البخار صافي. من بعد غادي نجيب هذيك الكرومبه ديالي بحال هكا نحطها، اون فوا تبدا تتحل شويه نبدا نحيد ليها فهذوك الوريقات، راه ساهله مهله كتبدا تتحل غير بوحدها، لانه احنا اوريدي من التحت حنايا تاقبينها اولا يعني مدوزين عليها الموس، شفتوا كيفاش كتحل ساهله مهله. من بعد البنات غادي ندوزو هذا ورق العنب ديال القرعه، في الصراحه هو اللي جبت، ها هي ساره غتبان لكم كتغسلو ورقه بورقه، كتغسلو مزيان باش تحيد منه داك المحلول ديال الماء والملح، وكتبدا تستفيه تما. دابا غادي ندوزو للخلطه جد سهله، عندنا الزيت العود، زيت العود، زيت زيتون، الزيت العاديه، ومعلقه ديال السمن، السمن الحيواني كيقولوا لي داك السمن كتكون نوعيته زوينه. من بعد غدير البصله تما تقريبا واحد جوج بصلات كبار، وغندير معلقه ديال الثومه كاين اللي مكيديرهاش، انا اختي بغيت نديرها كتعجبني بالثومه كتعطي فيها واحد المذاق صافي. غادي نخلي داكشي يتشحر مزيان في هذيك السمينه، من بعد غادي نزيد هاد المطيشه، هي اللي ما عندكمش حكوا مطيشه، انا عندي هادي تاهي زوينه كتجي محكوكه ماشي صلصه، هادي محكوكه تقريبا هذيك واحد نص سيترون 500 لتر. وغادي ندير هنايا واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم مركز صافي، مع ديك البصيله تا غادي تشد في بلاصتها مزيان كما كتشوفوا. غنزيد على دوك السبع البهارات السبعه، الا عندكم ما عندكمش ما ديروها، شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار، وغادي ندير واحد ماجي تا هي اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها هو حر. من بعد عندنا داك الرز المصري اللي كيكون صغير شويه، غسلته مزيان وغادي نديرو في الخلطه، تما طفيت على الخلطه البنات باش ما يطيبش لينا الرز، خصو يكون خضر. غادي ندير الشابات والقزبر والمعدن والشابات، ما عرفتش شنو سميتو تا هو، يمكن في المغرب سميتو الشابات صافي. من بعد هنا غادي ندوز لهاد الحيمات يكونوا مقردين اولا الكوتليت اللي عندكم اللي غيطيب دغيا دغيا، غنديرها في كل كميله اولا كاسرونه فين غنطيب داكشي، وغادي ندير بطيطه اختياري، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، انا كتعجبني بالبطيطه لتحت، والحيمه تكون باش تطيب دغيا تكون فتيه. هذه هي الطابله ديالنا، راه وجدنا الحشوه، انا غادي نجلس نصايب داك ورق الكرومب، وساره هنا كتصايب ورق العنب. ها نتوما شوفوا كيفاش كديروا، لا ما غاديش نزيد الفيديو، راه ساهله، كدير شويه ديال الخلطه تما كتجمع الجناب صافي، وكتعاود وكتلويها، راه شفتوا راه مصايباهم تما. انا هذه هي قلت لها صايبي بشويه باش تبان لكم، اما هي ما شاء الله سريعه ساره، مع كانت في لبنان كطير في هذا الشيء. ايوا صافي، من بعد غادي ندوزو الورق العنب، ورق الكرومب اللي كندير انا، ما لقيت لي صورني، درت التليفون قدامي. غادي نحيد هذاك القاصح كما كتشوفوا صافي، وغادي نبدا نخشي شويه ديال العماره، وغادي نلوي. هو هذا ما كيتسدش بحال ورق العنب اولا كيتجمعوا الجناب، غير كدوري بحال هكا صافي، كتقطعي بالمقص وكتحطي، ومنين تجي تحطي في القميله اولا في اللاطه اللي غادي طيبي فيها، ديما حطي هذاك التحتاني اللي مسدود من التحت. ها نتوما انا عاودت معاكم عاوتاني، ساهل يعني. فهذاك القاصح نحيدو كما قلت لكم، وهذا غنبقاو نحطو الحشوه، ما نكثروش الحشوه باش ما تخرجش لينا من الجناب، وغادي نلوي بحال هكا، اسهل هكا ما كاين صافي. من هنا من بعد البنات ساليت الكميه كامله كما كتشوفوا، انا سبقت ساره مازال حاصله في ورق العنب حيت كان كثر من هذاك الملفوف. هنا غنجيب واحد الكميله كما كتشوفوا، درت فيها شويه ديال مطيشه ديال الحوك، واحد الماجي، شويه ديال العطريه، وغنكب الماء سخون، وغنحاول ندوب هذاك الماجي، ومن بعد كندير الطبسيل باش نتقل عليه وتنكب فوق هذيك، ساهل ماهل، وغنشعل عليهم حتى يطيبوا. ايوا هنا صافي، راه وجد المحشي ديالي، حيدت داك الطبيصيل. المهم هنايا كنبقى نتفنن بعض المرات، ما كاين ما عرفتش علاش بغيت نديرها في هذيك الطويله، الساعه ما صدقاتش اصلا، كنت مدو ليا الاخرى شويه مفطحه صافي. هذا المهم غادي يدور حيت ساهل، لانه عنده جوج يدين. ايوا شوفوا لي دابا هاد اللوحه الفنيه البنات، شفتوا شحال زوينين. دابا غادي ندوز لهاد الورق العنب، ايوا هذا ما درتو في كاسرونه، ما غنعرف حتى كي غادي ندورو، نبقى مقاتله معاه كيما غتشوف. اخر شي غنستعن بصديق اللي هي ساره، يلاه بغينا جوج نقلبو كاسرونه، قول يا طال ساره تقلبها بوحدها. انتما شوفوا عاوتاني اللوحه الفنيه الثانيه يا البنات، الله يعطيني الصحيحه، والله العظيم الا كاينه كاينه سموره كاينه،
هانتوما البنات، هانتوما هانتوما على المحشي تسموره. طريقه جد سهله. لي عز علي ورق عنب والمحاشي المتساعدة. وتفكروني اكثر يدي ديالو. كنحرر الكعبة بعد ما غات المخا سيسي هداي هاديك الضربة الحامض عندي. شفتو كي كتجي كي كيجي ما معجن ما والو. الروز ورا الروزة إلا توحشتوني خليو ليا قلوبة لتحت، وإلا عجبكم الفيديو لايك وبارطاجيو، وأكيد ما غنعاودش نغبر عليكم إلا بغى الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وصحاباتكم وحبابكم. نشوفكم في فيديو جديد على خير، وسيروا خلوني سمحوا لي المحمد.